مشاهدي قناة صوت العدالة، احنا اليوم كنتواجدوا في فندق حياة ريجنسي باش نديروا التغطية لهذا العرس الأسطوري، ولكن كنتصدموا أن العروسة ما كتحضرش. شو ممكن تقول لنا شو الاسم ديالك؟ الاسم ديالي أمين. بالنسبة للعروسة لحد الآن أنا ما أعرفش علاش ما حضرتش، يعني لحد دابا كندير معاك هذا الانترفيو مازال ما أعرفش السبب الرئيسي، لأن هي الأم ديالها اتصلت لي واحد يومين قال لك بغيت البنت ديالي باش أنا جيت خرج من دار أمها، يعني بحكم التقاليد المغربية تمشي للعرس حنا نجيبوها صيفتها لدار أمها. فإذا اليوم يعني داروا معايا ثلاثة يكونوا أنا بثلاثة وأنا هنايا جاي ست سوايع ديال الطريق ممتازة، فإذا بأنا من ثلاثة وأنا هنايا تات سبعة مازال ما كايناش. الأم ديالك قالت أن هاد السيدة هادي كانت ساكنة معاهم لمدة ديال سنة غير اليوم، يعني اللي قالت لك أنا غنمشي عند الأم ديالي وغادي نجيو مجموعين، حاولوا تتصلوا بها حيت كنقولوا غادي نحجزوا معاها شي حاجه. اتصلت بالعائله ديالها، اتصلنا بجميع النوامر اون ميم طون طافين كلهم. السيده عامويه عايشه معايا، يعني درنا العقد في لو 22/7/2020، يعني في لو 22/7 يعني في الشهر هذا اللي نكملوا عام ديال الزواج. يعني اليوم كانت واحد الصدمه اللي كبيره بزاف بطبيعه الحال، ما تصورتهاش وما يعني ما كنتش كنتوقع بواحد الانسان اللي دايره هي السند، هي الحياه، هي ان شاء الله يكون خير وغادي نكونوا الغد نحسوا معاه باش ما كيحضروا لك الفنانه بزاف. وي انت عرفت مع الفنانه اللي حضروا لك ما عوضتش المكان ديالها بطبيعه الحال.